العد الاصلي او العد اللي اتعد عندي اللي هو المقاس، تمام؟ العد الأصلي ايوه، على واحد ناقص الزمن بتاعي اللي هو الزمن الميت بنسميه احنا، تمام؟ طب لو عايز العكس هيبقى ايه؟ يعني ده هنا السي سي هو الدكتور كان بيسميها ايه، عنده رمز ايه؟ السي نت تقريبا ممكن يكون سي ان. طيب السي سي او سي كوركت يساوي السي اكسبوننشال او السي المعدود عندي الملاحظ على واحد ناقص. طب الان عايز السي الملاحظ في المحدده بتاعتي العد المعدود، هتبقى المعادله تساوي ايه؟ كويس ايه؟ كويس. انا هنا بيقول لي السي كوركت اوتوماتيك بتساوي سي نوت اللي هو العد المعدود. اضرب لا هتتحول، جربها انت بيدك كده بالاله الحاسبه كمعادله بالقلم والورقه، هتلاقيها هتساوي السي نوت هتساوي سي كوركت على واحد زائد تي سي كوركت. احنا هتبقى الاشاره هتبقى بدل ما ناقص تبقى سالب، ورجعوها وبكره نتناقش فيها نشوف، تمام؟ بعد كده انا برضه شرح لي الاتش في فاليور والتي والتنس في فاليور، بيقول لي اللي هو الايه السمك اللي هو بيديني يقلل الجرعه الى النص او يقلل الجرعه التوهين بتاعي الى العشر، تمام؟ وهنا نفس القانون هو العلامه 693 على الميو. ده الجزء اللي اتكلمنا عليه اول امس اللي هو اللمضة افكت يساوي لمضة بيولوجي زائد لمضة فيزيائي او الاشعاعي، واللي منها هيقول لي انه التي افكت بتساوي التي بيولوجي تي فيزيائي على تي بيولوجي زائد تي فيزيائي. هنا بديني الرينج او المسافه اللي هتتحركها الفا، تمام؟ هنا بيقول لي الرينج بتاعها علامه 3.25 في الاي اس 3 على 2، اجيبها بالمية الكترون فولت لازم تكون الاي عندي، اقدر منها اقول هتتحرك كم سنتي في الهواء اي الفا عندي، يعني لو عندي الفا مقدارها مثلا 1 ميجا الكترون فولت هتساوي كم القيمه بتاعتها اللي تتحركها في الهواء؟ 0.3. نعم 0.3 3 من 10 سنتي، لا مقدارها مثلا 4، هتلاقي 4 اس 3 على 2 نضربها في القيمه هتديني كام ايه سنتي او 2 سنتي. هنا بعد كده بيقول لي الرينج برضه بتاع بتاع البارتكلز اللي البارتكلز قصده زي بيتا عندي في الهواء، تمام؟ هيبقى عندي بالسنتيمتر، لازم بيكون عندي الكثافه في المكان بتاع الدنسيتي والاتموسفير بتاع مين؟ بتاع الماده اللي هستخدمها. هنا في البيتا عندي اللي احنا كنا عارفينها دكتور، معلش الماده اللي قبل الرو على حسب الماده كثافه الماده اللي هيمشي فيها الرو. هنا الجزء ده مهم خالص وبيجيبوا لي بالنسبه لنا احنا في المجال الصناعي، انه يجي يقول لي بيتا لما هتتحرك في ماده معينه، تمام؟ هتمشي مدى قد ايه؟ ما عشان اعرف الدرع اللي انا هستخدمه او المكان، لما انا اكون عندي بالذات الشباب اللي هيشتغل في اجهزه القياس النوويه من ضمن الحاجه بتطلع عنده بيتا الاشعاع زي الجاما، طب هعرفها ازاي؟ قال لي قال لي هيكون عندي القيمه بتاعتي حسب الطاقه بتاعت مين؟ طاقه بيتا، حسب طاقه بيتا اللي عندي. قال لي لو طاقه بيتا اقل من 2.5 ميجا الكترون فولت هتبقى ايه؟ هيبقى الرينج بتاعي المسافه اللي هيمشيها في الكثافه في الماده دي، في الكثافه الماده دي اللي انا عندي ها الرو بتاعي هيساوي كام؟ علامه 4412 من 1000 في الاي اس القيمه بتاعتي زي ما هي دي، ده مقدار ده معادله 1265 ناقص علامه 00 القيمه دي الاول اضربها في لين اي، انا عندي لين اي بكام؟ ب 2، يعني عندي 2 ميجا الكترون فولت، هقول لين 2 بكام؟ بعلامه 693 اضربها في الثابت ده واطرح منها القيمه دي، يعني 1.2 في القيمه دي، واخذ الاس بتاعها الاس بتاعها، يعني ببدا المعادله من ورا واضربها في القيمه دي هتديني هيمشي بيتا كام؟ طب لو انا عندي بيتا يا شباب انتوا واقفين كده بيتا القيمه بتاعتها 2 ميجا الكترون فولت، هتتحرك قد ايه في الهواء؟ 2 ميجا الكترون فولت؟ اه طيب شيء بس واحد بس يعني لين يساوي ضرب علامه 0.954 الاي 2 دكتور الاي 2 اه تمام يطلع الاس 1.198
الأس إي أس أس كذا آه سنة إيه. واحد علامة اثنين ستة خمسة أيوة صح، واحد فاصلة واحد تسعة ثمانية صح؟ إيه صحيح. طيب يبقى هقول اثنين أس، هتقول إزاي أجيبها؟ فينها عندي اكس اكس اس ان هتلاقيها عندك في الآلة الحاسبة، إيه. شوفها فين، أنا ما مش فاضي خل أسجل الرقم أول. أنت سجل، أنا نسيته أصلا. أيوه هات 1.1988. هتلاقي حاجة اسمها اكس اس ان، ايه موجودة موجودة عندك، خلاص جيب عشان أنا مش شايفهاش في الآلة عندي. طيب شوفها كام، يطلع الأس اثنين أس 1.1 يطلع 2.295، أضربها في 4 من 10 في 412 من 1000 يطلع الناتج 0.945، 9 4 0.945 5 آه 900 9 صفر مللي فاصلة آه تسعة أربعة خمسة آه تمام. طيب إيه تاني؟ لو كانت الطاقة أكثر طبعا هتلاقي إيه؟ هيبقى المعادلة هتضرب الخمسة، يعني لو كانت مثلا عندي 500 إلكترون فولت أضرب دي الخمس أضرب الرقم خمسة، هذا. هضرب خمسة في خمسة، خمسة في علامة خمسة ثلاثة تمام ناقص كام؟ مية وستة، سوري سوري، مية وستة يساوي كام؟ حوالي اثنين اثنين وخمسة من فاصلة عشرة. ايه 2.5. بس في ايه عاد؟ ايه معتمد عليه؟ اه نعتمد على وحدة الطاقة او تاني في حاجه ثانيه احنا ما دخلناش، خلي بالكم الرو. الله يفتح عليك. يبقى انا كده عندي اضرب الرينج ده في الكثافه عشان حاجه يقول لي كثافه الالومنيوم، يقول لي عدت بيتا دي في الالومنيوم كذا، يبقى هدخل كده عندي ايه؟ هتبقى الكثافه عندي هكون بس مش عايز اسحبها تحت، هلاقي الروب يدهاني هو. هذه في من ضمن المسائل اللي دفعها لي، يقول لي اوجد المسافه اللي هي الار سي ام، الار بالسنتيمتر، اوجد حد. طب لحظه حد على اجيب على الايه، نشوف كثافه الالومنيوم كام. أجيبه دكتور. هاي شوف هذه كام، بس انت المفروض نقسم على الكثافه الناتج الاجمالي والمضرب. لا هنقسم، هنقسم بقى، هنقسم عشان تطلع الار بالسنتيمتر. ايوه 2.7 من 10 جرام لكل سنتيمتر مكعب. سنتيمتر مكعب. طب هعتبر الطاقه بتاعتي مش مهندس كام؟ 5 5 ميجا في ممتاز علامه 5 3 يساوي كام؟ 2.6 من 10 ناقص علامه 0.16 ادتني حوالي 2.55 2.544 2 بوينت 2.544 هقسمها على 2.7 من 10 تجد كام؟ 0.94. 9 يبقى يبقى بيتا، بيتا شباب ده السؤال ده لازم يجي في الاختبار، بيتا اللي طاقتها 5 ميجا الكترون فولت هتمشي في الالومنيوم 94 من 100 ايه سنتي، 9 ايه من 10 سنتي. ممتاز صح كده؟ ممتاز. يبقى هو حاجه طبعا هيجيب لي القيمه ويجيب لي ايه؟ لازم الشده بتاعتي تكون عندي. طيب بعد كده بيقول لي هنا ايه الابزوربشن كوفيشن بالنسبه للبيتا، نفس الشيء نفس المعادله اللي هي الاتونيشن اي بيساوي اي نود اي سالب ميو اكس تمام. بس احنا ممكن يدخل عندي، لو هو دخل لي قال لي الكثافه اللي هو الابزوربشن كوفيشن فور دينسيتي بالكثافه اللي هو الميو ام، هيبقى ايه؟ يعني انا عندي في حالتين، يا اما هيبقى هنا اكس، يبقى هو هيبقى اسمه الـ التوهين الخطي بسميه التوهين الخطي، او يروح يبدا يقول لا التوهين ايه الكتلي. كتلي. ففي الكتلي هيبقى الميو عندي يا باشمهندس هيبقى ايه عباره عن ايه؟
لازم تكون عندي الميو ام اللي ترتبط. طيب الميو نفسها انت هنا لسه كتبها لك هو عباره عن كامل الكثافه جرام لسنتيمتر مكعب. قبل شوي جرام على سنتيمتر مكعب. طيب هنا هيبقى ايه؟ هغير انا هنا عندي حول الجرام. لا 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 خلي خلي جرها. بص انا عندي هنا دي الاي اس سالب ميو اكس تمام. هيبقى ايه الميو بتاعتي؟ الميو ام بتساوي ايه اللي هي التوهين الكتلي؟ هيبقى التوهين الخط بتاعي ده على الكثافه جرام مكعب. صحيح على الكثافه. طب الكثافه عندي هي عباره عن جرام على متر مكعب او على سنتيمتر. احول من سنتيمتر لمتر. لا خلينا في السنتي. لا انا غلطت في الكلمه تمام. يعني هنا بيقول لي ايه عباره عن اللهم صل على سيدنا محمد الميو بتاعتي بايه؟ الميو ام هتساوي ميو على رو يبقى هتساوي كام؟ الميو بالسنتيمتر سنتيمتر متر على ضرب لا سنتيمتر مربع على كثافه. لا هي ايوه كثافه هي. ايوه على كثافه جرام. الكثافه الكثافه ايه؟ جرام جرام اها جرام على سنتيمتر مكعب. سنتيمتر مكعب على سنتيمتر مكعب مكان مقام مقام بسط يصير سنتيمتر اس 4. لا صباح الفل عدلت كده سالب سالب صح يكون تربيع. هتبقى ايه؟ هتبقى دي تطلع باشاره سالبه ودي موجب صحيح. سالب سالب 3 وموجب 1 موجب 2 سالب 2 سالب 2 هتبقى عباره عن ايه؟ سنتيمتر سالب 2 سالب 2 على جرام على جرام تمام. هتعكسها طبعا هتديني ايه اللي هي سنتيمتر ميو ميو فهو برضه إيه دكتور نقلب عشان السالب. اي نقلب عشان السالب ممتاز. برضه هنا جاب لي ايه دي اللي هي ايه مع الدكتور مع الدكتور سامي برضه صح؟ الدكتور إيه مع الدكتور سامي صح كده دي تمام. هنا اتكلم لك على الابسوربت افكت اللي هو الكفاءه بتاعت الكاشف. مش انا قال لك انا دورك انا ماسك الكاشف في ايدي وعندي انا مصدر مشع اهو تمام. المصدر المشع اللي كان بيطلع اشعاع معين المصدر ده كان بيطلع 1000 جزيء او اي 1000 فوتون تمام. لما مشى هنا في المسافه ووصل للكاشف هيعتمد عليه ان الالف ده زي ما قال لك الدكتور بيتحرك في جميع الاتجاهات كانها كوره زي الكره بتاعت القدم تحت تمام. ففي كل الاتجاهات لكن اللي هيوصل هنا من الالف يوصل لغايه هنا 20 بس اللي وصل ال 20 اللي وصل ب 20 لغايه الكاشف. طب ما الكاشف اصلا ما هو ليه 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 لي مميزات. انت جايب كاشف ب 50 ريال واحد جايب كاشف ب 10000 ريال ففي الكفاءة هنا حتأثر في حتبقى المقدرة اللي هي بنسميها السوليد انجل او الزاوية المجسمة بتاعتي والمسافة اللي بين الكاشف وبين المصدر حتأثر تمام. فبالتالي كفاءة الكاشف حتأثر الزاوية المجسمة اللي هي بين المصدر والكاشف المسافة اللي بينهم دي حتؤثر معامل التصحيح هيؤثر. فده كله هيديني ايه؟ هيديني قراءات ايه مختلفه بالنسبه لمين؟ الكفاءه بتاعت كل كاشف هحسبها ايه ازاي؟ تمام؟ وشرحها طبعا الدكتور افضل مني. هنا بيديني الزاويه المجسمه زي ما احنا عارفين اللي هي بتساوي كانها مساحه سطح الكاشف ومساحه سطح الكره عشان هو كان اصلا بيتبث الاشعاع زي ما قلنا في ايه؟ في اتجاه الكره. هنا بعد كده بيقول لي معدل العد بتاعي هيرتبط طبعا. أول شيء أنا عندي مصدرين، مصدر بيطلع 100,000 فوتون ومصدر بيطلع 20 فوتون، يبقى اللي هيطلع 100,000 فوتون هيأثر يبقى الشدة الإشعاعية بتاعت المصدر هتأثر واحد، ولازم الشدة لما أتكلم عن المصادر الشدة لازم تكون بالإيه؟ بالكيوري ولا بالجيجا بكريل؟ سوصل الاستخارة وأتكلم يا عد دكتور عدنان بالبكرل تمام. يبقى لازم انا عشان بعد عدد يبقى لازم يكون العدد بتاعي بايه؟ بعدد. يبقى اول شيء اللي هيأثر على معدل عد الكاشف واحد الايه؟ الاكتيفيتي الشده بالبكرل. اثنين
الزاويه المجسمه، عشان كده بيقول لك في وضع صحيح، يمكن شرحه الدكتور سامي ممتاز، قال لك في وضع صحيح معين اللي هو الايه الافضل مسافه بين الكاشف وبين ايه وبين المصدر. ثلاثه ايه حيبقى الكفاءه بتاعت مين بتاعت الكاشف. اربعه معامل الايه التصحيح بتاع اللي هو الكوركشن فاكتور. تمام، هنا برضه معادله بسيطه بتاعت الشيلدرينج، يمكن الدكتور نصار شرحها كويس، ان هو بيقول لي المسافه اللي هي السمك بتاعي بتساوي ايه عدد انصاف الاعمار في الايه في الهاف فالي لاير. طب مين قال الكلام ده تاني؟ انك انت ممكن تجيب تحسب السمك عن طريق مين، تجيب الهاف فالي لاير وتقول في كام نصف سمك، اللي هو يعني نصف السمك اللي ايه يعمل لي عمليه التوهيل لايه للنصف عدد الاشعاع. تمام، هنا الجاما فاكتور اللي احنا كنا اصلا هو شرحه هنا من شويه في اول صفحه تكلمنا فيها. هذا هي جاما فاكتور اللي احنا تكلمنا عليه. هنا بيقول لي اللي هو بيساوي علامه 142 في 10 في ايه في سمشن بتاع مين، السمشن بتاع الطاقة في نسبتها، الطاقة في نسبتها، يبقى طاقة واحد في نسبتها زائد الطاقة اثنين في ايه؟ في نسبتها. آخر جزء عندي ده والدان. بعد كده هنا بيديني شوية معلومات عامة، الشرح اللي شرحناه بتاع الفوتو الكتريك، بتاع الكومبتنس كتر، بتاع البير برودكشن، كل واحد شرحه لك وبيوريني ايه اللي حينتج، وبيديني ايه لو كانت الطاقة بتاعت فلان. طبعا ما فيش وقت أصلا حنقرا الكلام ده هناك، لكن معناه ان المعلومات كلها موجودة، بس من كتر الواحد لما يحل اسئله ويذاكر كويس حيبتدي ايه لما تكون فيه حاجه تاهت عنه من ضغط الاختبار لا حيقدر ايه يقدر يجيبها. ده بتاع الكومبتنس كتر، وطبعا لما بتكون الطاقه بتاعتي 511 ميجا ايه او بوينت 511 ميجا الكترون فولت. ده البير برودكشن، ان جاما ري عدت جنب النواه حصل لها انتقلت الى تحولت الى ايه الكترون وبيزترون، وكل واحد لهم الطاقه بتاعته اللي هي ايه او بوينت 511. حاضر. بعد كده هنا دي الفكره بتاعت الايه العلاقه مع اسمه تفاعل الفوتونات مع الحديد، هيوريني ايه اللي هيحصل مع نسبه الحديد بتاعت العدد الذري عدد الكتلي بتاعها مع الطاقه بتاعتي. يعني الطاقه كل ما عندي فوتون، يعني ممكن يجيبولي كسؤال مثلا يقول لي عندك جاما عدت في الحديد، تمام معايا مصدر من مصادر جاما، الطاقه بتاعته 1 ميجا الكترون فولت، 1 ميجا الكترون فولت، لما يمر في الحديد على الايرون عشان هو يجيب لي الايرون، ما هي احتمالات. حاضر، الفيديوهات كلها حاطها لكم على حاططها على اليوتيوب وببعثها لكم بقى. ما هي احتمالات ايه؟ احتماليات تفاعل جاما مع الحديد. طب انا بص في الجدول اللي هعمل ايه؟ فين الطاقه بتاعت اللي بتكلم عليها؟ الطاقه بتاعتي 1 ميجا. واحد ميجا اطلع كده بالخط. الاحتمال، اول احتمال ايه يا باشمهندس عندي عد عليك انت في الطريق انت وماشي؟ سوري. اول احتمال ايه كان عندي؟ اصطدم عمل هذا اسمه ايه؟ كومبتنت افكت. عمل الايه ثاني؟ الاحتمال الوحيد عمل هنا قلبي بس كومبتنت افكت. الكومبتنت افكت تمام؟ والبير برودكشن مش لا مش سوري مش البير الفوتو الكتريك. طب الفوتو الكتريك كان احتماله بعيد، فهنا الاحتمال الاكبر كان عنده في الطاقه دي ده. طب لو كان طاقته اكبر ده كده عندي الطاقتين، ما هو التوتال ده اللي هو الاحتمال بتاع ايه الطاقه اللي قبليها واللي بعديها، يعني هنا ها يبقى كومبتنت افكت. سوري مش عارف اعمل صح. كومبتنت افكت ثم اللي هو ايه التوتال بتاع الاحتمالات كلها اللي هو البير برودكشن مع الكومبتنت افكت. لا سوري الفوتو الكتريك مع الكومبتنت افكت. طب لو الطاقه بتاعته كانت 7 ميجا الكترون فولت او 6 هتبتدي يكون في احتمالين 1 2 3 والتوتال تمام. هنا لا واحد بس وبعد كده 2 فاهمني. فهو طبعا هو بيجيب لي لما هيجيب لي رسمه
هيجيب الرسمه مع العنصر اللي هو جايبها لك في الايه في الاختبار. هو ممكن يكون يعني انا جاتني الرسمه وشفتها بس هي ممكن ما جاتنيش لي انا ولا جات لحضرتك ولا جات جات للحاجه سوسن عشان كان مثلا داخل على تصوير صناعي اشعاعي مثلا. يعني ايه مش كل الحاجه في الفورمولا شيت هيكون مقصود بيه انا، لا طب ما في اسئله جايه لحد مختلف ماشي. فنفس الشيء برضه بالنسبه لايه للطب. هنا لو كان عنصر الالومنيوم نفس الشيء طبعا، بس لو كانت رسمة احلى. هنا بيقول لو كانت الطاقه ميجا الكترون فولت هيحصل ايه تفاعلاتها التوتال. هنا ال 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 هنا مش واضحه خالص الكومبتون افكت، كلمه كومبتون شايفها هنا. فكل طاقه هيورهاني مع مين، مع الكثافه بتاعت مين، بتاعت الالومنيوم زي ما ايه رسمها هتبقى. هنا لو حديد مع الطاقات برضه ها الليد، هنا الووتر الميه ومع الطاقات، هنا التفاعلات دي تحت اللي حصل ازاي هيحصل اثاره ان التشارج بارتكل يصطدم بالكترون ياخذ الطاقه ويطلع وينزل طلع لي اشعه اكس راي الايونيزيشن ان الطاقه الالكترون اهرب خالص وتعوض عنده برضه بايه باكس راي طلع لي بالالكترون ثاني وحصل لي ايه اكس راي. طبعا الماكسيمم انرجي فور الفوسفور اقصى طاقه للفوسفور 1.7 ميجا الكترون فولت. يعني جمله حاططها عرضيه ممكن يكون في حد هيحتاجها في ايه في المسائل مش تمام حتى لو ما كنتش انا. طبعا هنا التفاعلات بتاعت اللي هي الاليستيك والنون اليستيك والكابتشر بتاع الراديو اكتف هيحصل فيه. يعني الكابتشر هو الالكترون هيحصل عمليه اصطياد للالكترون فهينتج عنها ايه عنصر وايه وجاما والفا. هنا الاليستيك التصادم المرن بين عنصرين و اللي هو يكون ليهم نفس الكتله واللي هو زي مين زي البيتا مع مين او كنا قلناها مش اتذكر انا التصادم المرن زي مين في النيترونات مثلا في تصادم مرن مع والبروتون تمام. هنا برده كلها تشارج بارتكل اكشن تفاعلات. هنا الطاقات بتاعت اللي بتحصل ازاي بيكون الشكل بتاعها الفا هتبقى ازاي عشان كده شكلها اسمها مميزه. هنا بيوريني بيتا طالعه مستمره حتى لو جاب لي سؤالها جاب لي الاجابه بتاعتها. هنا النيترون ممكن يكون طلب اكثر من صوره تمام في التفاعلات بتاعته اكثر من شكل ودي الفا برضه ليها شكل ايه مختلف اللي هي مميزه. يعني ما دام متشاربه كده يبقى هتعمل ايه هتبقى مميزه للعنصر عندي. هنا بيوريني ايه الفرق الجهد مع الكواشف عندي اللي شرحها الدكتور سعد الشهري اول امس تمام، ان هو المناطق كله فرق جهد في الكاشف هيقدر يحدد ايه بالظبط كعوامل اللي هو جهد التأيون بتاعي او الايون شامبر والكلام ده كله في الكواشف بتاعتي. هنا الفكره بتاعت الدكتور سامي الحربي ازاي بيقول لي هالسورس عندي فبيطلع الاشعاع في كل اتجاه وانا كدكتور هستقبله في المكان ده فدي مساحه الدكتور ودي كلها مساحه اللي هي السفير او الكره عندي فبالتالي اقدر اقيس. هنا بيوريني الجاما فاكتور اللي احنا اتكلمنا عنها من فتره والهاف فاليو لاير في السكنس تمام. همسك عنصر زي الاريديوم اهو 192 قال لي الجاما فاكتور بتاعها اللي هي كام 1.13 خلاص. يبقى لو جاب لي مساله محتاجه يقول لي اوجد الشده الاشعاعيه مثلا على بعد مترين من مصدر مصادر اشعه من الاريديوم تمام، اوجد ايه تاثيرها على بعد مثلا كام، احنا بنقول هي بتساوي معدل الجرعه الناتج من مصادر الاريديوم 192 على بعد مترين هضرب الفاكتور علامه 13% في الشده الاشعاعيه بتاعتي كام احولها بالميجا الكترون فولت صح كده واقسمها على كام واقسمها على المسافه اللي هي 4 خلاص على طول جبتها مش محتاج احط ايه الطاقات بتاعتي. هنا بيقول لي نصف العمر بتاعه كان 74 يوم لكن البيولوجيك افكت او هاف لايف تايم كان 20 يوم. هنا الماكسيمم انرجي بتاعي ما جابهوليش لكن هو راح يجيب له الفوسفور يبقى هيجي الجماعه بتوع المجال الطبي عشان بيستخدموا الفوسفور اكثر يبقى محتاج فيه مساله هيديله محتاج فيها ايه الطاقه بتاعته اجيب له الفوسفور. في الاريديوم راح جاب قال لي لو انا استخدمت اي ليد يعني استخدمت درع من ماده الليد ايوه هيبقى نصف السمك بتاعها بالنسبه للاريديوم 55 كام المفروض هو طبعا ممكن يكون مش واضح عندي مثلا بالسنتي يا 55 من 10 سنتي نص سنتي
الهاف فاليو التنس فاليو لاير 1.9 يعني حوالي ايه 1.9 سنتي. طيب لو كنت بستخدم الايرون او الحديد هيبقى السمك اللي محتاجه كام؟ اهو بس عندي هنا 1.3 سنتي 4. طب لو استخدمت الكونكريت اللي هو الخرسانة انت محتاج 4.3 سنتي عشان تقلل نصف السمك، ومحتاج 14 سنتي عشان تقلل القيمة الايه للعشر. هذه كلها موجودة هنا. راح طبعا بدي لي علامة بيقول لو كتبت حرف الاي معناها اي الدي دي والاتش اي اور. هنا بيقول لي الجاما فاكتور ودي معادلة سهلة ريح للدنيا مايكرو سيفرت متر تربيع على كذا التي في يعني معناها ايه الفي اي كذا. بعد كده هنا بيتكلم على النيترونات زي ما احنا عارفين، قال لي النيترون اللي طاقته كذا هيبقى المعامل بتاع الفاكتور كذا، طاقتها 5 ميجا المعامل بتاعها. يبقى لما في مساله بالذات بتوع اجهزه القياس النوويه دي لازم هيجيب له سؤالين ثلاثه عنها. تمام. بعد كده بيوريني الاضمحلال. طب هو في الاضمحلال ممكن يجي يقول لي الباليوم او يجيب لي الثيريوم طلع الفا نصف العمر بتاعه كذا 1.4 في 10 اس 10 سنه وهكذا يبقى منه. البوتاسيوم بالنسبه للجماعه بتوع الطب اكيد هيروح يديله اهل عمر ونصف العمر بتاعها كذا. هنا بعد كده بيديني ايه الراديشن ويت فاكتور اللي هو احنا قلنا عليه لكل عنصر جاما وبيتا واكس راي كلهم 1-1، الالكترونات كلها برضه 1 لاي طاقه، لكن يجي في النيترون كل طاقه لو اكبر من 10 5 من من من, من 10 الى 100 10 من 10 من 100 الى 2 ميجا 20 وهكذا. البروتونات الطاقه بتاعتها 5 تمام، الفا كلها 20 وهكذا. هنا بعد كده الويت فاكتور او المعامل بتاع مين بتاع التشيو بتاع قال لي والله انا عندي عامل او مريض او كذا اتعرض في القولون او في اللنج او في الرئه او في البلادر في الـ في الـ في الحوض في الحوض او في البريست او في اي عنصر هيديني القيمه بتاعت الويت فاكتور بتاعي. طيب فاكرين حج ابو قادر اللي كان نايم في الشارع بيساوي 6.22 في 10 يعني 10 اس 23. قال لي لو عندي السيزيوم السيزيوم قال لي خلي بالك حينضمحل لكذا ايه نصف العمر بتاعه اهو 30.4 نصف العمر بتاعه هيديني ايه قال لي نصف كذا الاساس بتاعه هيطلع ايه هيطلع عندي 94.4 الطاقة كام؟ 66% ميجا إلكترون فولت. طب وخمسة وستة من عشرة هيطلع طاقة مقدارها كام؟ بسيطة مش واضحة. وده العنصر بعد كده السيزيوم لما هيفقد جاما اتحول للباريوم. ليه يا شباب؟ أنا قاعد ولا أنتوا قاعدين ولا نظير؟ أيوه ليه؟ عشان فقد جاما ولا حصل إيه؟ لا نقص بروتون زاد النيترون صح؟ طب ما صح ليه؟ لا هو نقص اي نيترون وزاد بروتون عليه. طب ما ليه فقط عشان فقط جامع عشان طاقته عاليه صار له خرج الكترون. الله يفتح عليك خرج بيتا. يخرج بيتا فالسيزيوم اصلا في طبيعته بيطلع بيتا عشان كده تحول ايه العدد الكتله ما تغيرش لكن تحول لعنصر اكبر شويه تمام. فايه طلع لي ايه بيتا. طب بيتا اللي طلعت كام يا باشمهندس؟ قال لي بيتا بتاعت السيزيوم قاعد لسه بيحكي في السيزيوم هو ما هربش. اقصى طاقه بتاعتها 1.117 متوسط الطاقه عشان ما تحسبش 416 شده الانتنسي بتاعتها كام تمام. الجاما ري بتاع السيزيوم طاقته كام؟ 200 كذا الشده بتاعتها كذا 66 والشد وهكذا. فهو كل شيء يا شباب بيعطوني في الايه في الفورمولا شيت. ولو حد عنده او شاف ان الفورمولا شيت دي مش هي الصحيحه او يعني في اختلاف يا ريت يبعته لنا برضه نساعد بعضينا تمام. مفهوم الكلام ده يا شباب؟ ان شاء الله. بكره ان شاء الله هنبدا الساعه 3:30 لو ربنا ادانا العمر. يا دكتور نعم بكره الاختبار تجريبي صح؟ ان شاء الله. طيب كم يحتاج وقت ممكن؟ والله ساعتين. طيب ليش ما نأخر البداية شوي عشان تكون صلاة العصر؟ يعني نبدأ ممكن 4 الساعة 4 تمام ما فيش مشكلة.
عشان بس لانه يؤذن بعد 3:30. لا 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 لا, لا. ما عشان مختلفين, او ممكن يكون انت في الغرب ولا فين؟ لا قصيم. القصيم تمام خلاص, يبقى الساعه 4 نبدا الاختبار ان شاء الله. احنا هناخد كيف يكون الاختبار, والله معنا حلين يعني, ممكن احطه لكم كبي دي اف مثلا تمام, وتاخذوه انتم كلكم تحلوه مع بعض, تحلوا كل واحد يحل مع نفسه, وبعد ساعه ولا ساعتين مثلا نبدا نراجع ايه, نجيب الاجابه كل واحد يعلم على نفسه شوف جاب قد ايه. الهدف منه ان احنا نقدر ايه نستوعب ايه اللي استوعبناه مثلا خلال الدوره اللي ربنا كتبها لنا تمام. او انك انت سؤال سؤال, لكن هو الافضل ان احنا نحط الاختبار كله, انا هحطه بحيث ان هو يتحل في ساعه ونص او ساعتين تمام, بحيث الساعه 6:30 مثلا او حاجه نراجع مع بعض ونشوف الاجابات بتاعتنا واحده واحده تمام, ونشوف الحل, وان شاء الله نحاول ممكن ايه يعني ممكن بفضل الله تعالى نعمل لكم نديكم جائزه برضه يعني, نعمل لكم جائزه او جائزتين بس ايه شوف اللي الحل, او نعملها اي عشوائيه نختار ايه من عشوائي نرجع فلوس لحد ممكن خلاص. طب اطبحوا هو على الزوم ده نقدر نبعت حاجه فايل وتاخدوه يا شباب؟ هل الزوم ده ممكن ولا كيف؟ طب حد يقول لي وانا بعت لكم اختبار دلوقتي. هنا في خانه الشات في الشات ايه في الشات يعني احط في فايل. طب دكتور لو ترسل ملف في الواتس نفس الملفات الاول. ما انا عشان والله انا العدد مراسله في الشات في المراسله ترفع الملف بي دي اف الاختبار الناس تنزل في في جوالاتها. تمام تمام الله يبارك لك يا عم الحاج. طيب نجيب لكم اختبار حلو كده, شوف لكم اختبار كده جميل. بسم الله الرحمن الرحيم. هرفع لكم السلايد ده برضه عشان ممكن يكون ما كانش موجود عندي. وصل الشباب ولا لسه نسال؟ مش عايز ترفع يا شباب. طيب الجروب دكتور نراسلك في الواتساب افضل. طب به لحظه على جوجل درايف انا عندي. استنى شوف لحظه خلاص هرفع حالكم يا شباب اللي عايز يروح يصلي العشاء العشاء ولا شيء حرف على جوجل درايف وحط لكم على ال ابعث لكم الرابط. خلاص ممتاز. اوكي ونشوفكم على خير ان شاء الله. بكره الساعة 4 دكتور. بفضل الله تعالى الساعة 4 يبقى تمام. ان شاء الله.
السلام عليكم. شكرا. دكتور، حاولت أدخل رابط درايف يقول you need access. طب لحظة تعال.